أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية دورة في فن الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني لمدة 20 يوما، واختتمت هذه الدورة بتوزيع الشهادات للمتدربين والتعرف على حصيلة عملهم خلال هذه الدورة بحضور عدد من ممثلي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الأستاذ نايف عبيدات مدير المراكز الإذاعية والتلفزيونية، والأستاذ المهندس أيمن الكنج رئيس المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية ورئيسة قناة أوغريت الإعلامية لبابا يونس، وعدد من ممثلي الهيئة والعاملين فيها وأعضاء من الجمعية العلمية السورية، وبمشاركة الأمانة العامة للثوابت الوطنية. شكرا للجمعية السورية للمعلوماتية على تخريج هذه الدورة في فن الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بالتأكيد يعني عملية التدريب والتأهيل هي من أولى اهتمامات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون لرفض الإعلام الوطني بمثل هكذا كوادر، وهي تعتبر يعني خطوة أولى بمجال رفض الإعلام السوري بهذه الكوادر. كما تشاهدين الآن يعني سوريا تتعرض لحرب كونية، يعني إضافة لما يقوم به الجندي العربي السوري على الأرض، أيضا هناك قتال من نوع آخر يقوم به الإعلامي مستخدما الصورة والكلمة. هي كفكرة فكرة جديدة موجودة بين علاقة المعلوماتية والتلفزيون ليهيئوا جيل يكون منفتح للإعلام ويقدر كبداياته يعني مقبولة أو جيدة. فينا نقول الفكرة الأساسية منها تغذية وطنية، تغذية رؤية للإعلام، تغذية للإنسان بثقته بنفسه حتى يقدر يعطي أكثر للإعلام. الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أقرت أنه رح يكون في دورة فن إلقاء الإذاعي والتلفزيوني بالمقر الجمعية، وأنا كمتطوعة ضمن الجمعية فعلا تم الاتفاق على هذا الموضوع، وخاصة أنه أمانة العامة الثوابت الوطنية كان عندها كتير رغبة أنه كوادر الإعلامية تتدرب بالنسبة لهذا الموضوع، وتم الأمر. كانت دورة ونحن أعلننا عن الموضوع من خلال مقر الجمعية ومن خلال موقع الإلكتروني. تم الإعلان عن هي الدورة لمدة 20 يوم، وتم رفضنا من جماعة الأمانة بالإضافة في العالم آخرين سواء كانوا طلاب جامعة أو عالم حابة أنه تشتغل بهذا المجال أو عنده رغبة بمجال الإعلام. فعلا كان عندي تقريبا شيء 11 متدرب مع هي القصة، عملنا معهم من خلال تدريب على فن الإلقاء بشكل صحيح، فن الإلقاء بأسسه وقواعده. نحن سمعنا عنه عن طريق النت من الجمعية السورية وشي بخص الإعلام، ونحن بشكل عام كل المتدربين هواة إعلام، فحبينا نسجل فيها لهالدورة. كل واحد فيكون له دور بهالوضع اللي عم نعيشه من بيته، يعني مو شرط انه انا فورا هلا اروح اقدم على قناة وتوظف، لا، الواحد فيكون محرر باي صفحة اعلامية على النت. وبتمنى اكون من الكادر الاعلامي السوري، وبأخص لهالأزمة اللي عم تمر فيها سوريا، بتمنى أني أقدر وصل لو فكرة بسيطة أنه هالشي اللي عم يشوفوه برا ما أنه موجود عنا، يعني هالكذب وهالتحريض اللي عم يصير. فأنه بتمنى لو بقدر أنه أقدم شي بسيط لبلدي وأقدم قديش بلدنا هي بلد حلوة. شو اللي استفدتي من الدورة بفن الإلقاء؟ هلا استفدنا كتير. أول شي كان عنا دروس موسيقى، كل واحد طبقة صوته، اللفظ، طريقة خروج الأحرف اللسوية يعني كانت صفر عنا، الكل ما حدا أنه الأحرف اللسوية ما حدا كتير بيستخدمها، فكتير فادتنا. وفادتنا كمان قدرنا نكون أريح قدام الكاميرا، ما بقى فيه هالتصنع هالخوف، يعني كسرنا هالحاجز كله. خلال هال21 يوم ما كانت فترة قصيرة، كنا التدريب 4 ساعات، تدربنا بمجال الإذاعي وتدربنا بالمجال التلفزيوني، تعلمنا منه كتير أشياء مثل ما قلت لك، الثقة وكسر حاجز الخوف مع الكاميرا وفن الإلقاء. لما لفن الإلقاء من مهارة وتقنية، فقد كانت انطلاقة أولى الدورات من هذا النوع بصمة جميلة لتفعيل دور الشباب السوري في مجال الإعلام.